النهارده امتى؟ جاي في طياره خاصه هتوصل المطار الساعه 10. انا قلقانه قوي على كامل، خايفه يعرف بميعاد وصوله ويتهور وتبقى مصيبه. ما تقلقيش، طول ما انت بينهم كامل هيفكر بدل المره 1000 مره قبل ما يضرب طلقه. وانا هفضل على الوضع ده لحد امتى؟ انا خلاص مش طايقه اشوف وش الراجل ده ولا حتى اتعامل معاه. ما ينفعش تسيب الشغل معاه دلوقتي، وعلى فكره وجودك جنبه فايده ليكي. انا ما بقاش يهمني حياه الراجل ده ولا حتى الشغل معاه، انا اللي يهمني كامل وبس. شريفه، احنا داخلين على معركه مش هينه، لا بالنسبه لكامل ولا لمرات المرحومه ابو الفضل ولا غيرهم. قصدك ايه؟ بنات المرحوم عمر الجوهري، انت تعرفي ايه عن قضيتهم؟ اللي اعرفه ان المحامي بتاعهم على صله كويسه قوي بفريد الجوهري، وعلشان كده كانت القواضي بتاعتهم بتطول في المحاكم ودايما بيخسروها. يعني تقدر تقول ان فريد الجوهري كان مشتري المحامي ده. طب قولي لي، فريد الجوهري في بينه وبين اي حد تاني مشاكل غير اللي احنا نعرفهم؟ ما انا من اول يوم جيت فيها فارس قلت لك ان خصوماته كتيره واعدائه اكتر. الراجل ده عايز جيش جرار عشان يحميه. طب قولي لي، في حد غيري يعرف ميعاد وصوله بالتحديد؟ مفيش غير ميرفت، هي اللي كانت في المكتب ساعه ما اتصل بيه. ميرفت؟ طيب على كل حال انا عندي مشوارين كده هقضيهم، وهخلي زغلول يرجع ياخد احمد وسهر وصلهم للفيلا 8:30 بدي نتقابل في فيلا عشان نطلع المطار سوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا يا هاني، اتفضلي. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الاستاذ مصطفى ياسين يا سيدي موصيني عليك قوي، واضح انه بيعزك جدا. الله يخليك الاستاذ مصطفى، عشرة عمر من ايام الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. قولي يا استاذ عطيه، راي حضرتك ايه في القضيه؟ الملف وصلني وانا درسته كويس، وللاسف مش في صالح البنتين دول، وكمان في شهاده من الشهر العقاري بتؤكد ان التوكيل ده سليم 100%، وده معناه ان البيع قانوني حتى لو كان باع لنفسه مش لابنه القاصر. استاذ عطيه، بس انا عايز اوضح لحضرتك حاجه. نمره 1، احمد مش قاصر. نمره 2، المصنع في الوقت الحالي كله بتاع احمد. ازاي بقى؟ ال 40% بتوع فريد بيه باعهم لاحمد، وال 60% اللي هم المفروض بتوع المرحوم عمر الجوهري برضه فريد بيه باعهم لاحمد بالتوكيل اللي كان معمول له من المرحوم عمر الجوهري. ما هو احنا لو قررنا نرفع قضيه هنرفع قضيه على الاثنين، على فريد الجوهري وعلى احمد فريد الجوهري. بس انا شايف ان القضيه دي مفيش من وراها فايده، خاصه ان سبق الفصل فيها. طب والحل ايه؟ الحل بالود، بالمسايسه، بالحب، بالمحايله. اي مبلغ يا جماعه يحصلوا عليه من فريد مكسب للبنات، لان قانونا هم ما لهمش اي حقوق عنده. بس انا واثقه ان المرحوم عمر الجوهري ما باعش، وان التوكيل اللي استغله فريد ده توكيل قديم عمله له المرحوم ايام ما كانوا بياسسوا الشركه بينهم. ده احتمال وارد، بس قانونا التوكيل ساري ما لم يتم الغائه. حتى لو ما تمش الغائه ونسي يلغيه برضه ساري. ده معناه ان البيع قانوني 100%، وده يا جماعه بيخلينا نقول للاسف القضيه دي مفيش من وراها اي فايده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. على فكره بقى، في امل، وامل كبير جدا. لا احنا محتاجين بقى للمحاكم ولا القضيه تقعد لها 5-6 سنين، وحق البنات اليتامى دول هيرجع، وهيرجع قريب قوي ان شاء الله. فارس انا مش فاهمه حاجه. وقتها هتفهمي كل حاجه. اتفضلي بس عشان اوصل حضرتك، لان انا عندي مشوار مهم جدا لازم اعمله قبل فريد بما يرجع، لان لو ما عملتوش يبقى في الحاله دي زغلول عمره ما هيدخل دنيا. ايوه يا ست مشاور، فريد هيوصل مطار القاهره النهارده الساعه 10 بالليل على طياره خاصه. ايوه متاكد، زي متاكد ان انا بكلمك كده. ايوه الحارس الخاص بتاعه اللي اسمه فارس ومديره اعماله شريفه هما اللي هيقابلوه. قلبي معاكم، وعلى الله المرة دي تبقى في الجنب صحيح. مع السلامة. جاهز يا عبد الله؟ جاهز يا ماما، ومخطط لكل حاجة. بقول لك ايه، هيكون معاه الحرس الخاص بتاعه، تخلي بالك منه. حكيماني عايزاك تنشوا الطلقة اللي هي الطلقة اللي تجيب أجله وتفلت زي الصقر. طمن يا ماما، حواليه جيش بيحرسوا، طلقتي هتروح مطرح ما انا عاوزها تروح. راجل
راجل من دهر راجل يا عبد الله. خير يا الله. في يا عبد الله؟ خير خير يا شوقي. كنت بتكلم انا واخوك عبد الله، يسافر البلد يومين ثلاثة يطل على زريبة البهايم ويحاسب الحج عاشور تاجر اللبن، وان شاء الله ربنا يكرمه ويرجع مجبور. والنبي ما كان فيه فايدة ولا منه لازمة أبدا إنك تسيبي شغلك وتيجي وتجيبي الأستاذ معاكي عشان تنفخه في أربع قطوعة. والله يا ست أم حنان أنا اللي عديت عليها في الشغل وصممت إن أنا أجي أقابل حضرتك. بص يا سيدي الأستاذ، إذا كنت جاي يا أخويا عشان تتكلم في موضوع اللي ما يتسماش اللي بيشتغل معاك، فالموضوع ده خلاص بح قفلنا عليه بالضبة والمفتاح. يا ست ام حنان، مش حضرتك برضه بتعملي كل ده لمصلحه بنتك؟ امال يا اخويا مصلحه بنت الجيران؟ طبعا مصلحه بنتي، وانا بقى اضرب مصلحه بنتي. انا بقى مصلحته وسعادتي مع زغلول. زغلول بتاعك ده انتهى خلاص. طيب ممكن افهم ايه سبب ده كله؟ سببه ان انا ما تعس بنتي بايديا، لا شقه ولا عفش ولا شغلانه نظيفه. الله، اجوزه بنتي ليه؟ الشقه وهتكون موجوده من بكره، وهتتوضب وتتفرش زي ما انت عايزه واحسن كمان. وبعدين زغلول بيشتغل شغلانه محترمه جدا وبيتحصل على مبلغ هايل قوي، يعني يقدر يعيش حياه مستقره هو وحنان. ايوه يا ماما، ده حتى الوظيفه الجديده اللي هو بيشتغل فيها دي بيقبض فيها اكتر من 2000 جنيه في الشهر. وظيفه ايه يا بنت يا حنان؟ انت بنت بتسرحي بمخي ولا هما بيسرحوا بيك؟ دي قله قيمه يا ضناي. ده انا كل ما اقول للناس ده بيشتغل حارس خاص يقولوا لي يعني ايه يا ام حنان؟ يعني غفير خصوصي يا اختي؟ ست ام حنان مفيش داعي للاهانه لو سمحتي، احنا بنشتغل شغلانه محترمه جدا. وعموما انا مش جاي عشان اشكر لك في شغلانتنا، انا جاي عشان مصلحه بنتك قبل مصلحه زغلول. بص يا سيد استاذ، الموضوع ده يا حبيبي انتهينا منه خلاص. بنتي جالها عدل ويوم الخميس الجاي قرايه فتحتها. اه قرايه فتحتها الخميس الجاي على واحد لا بتحبه ولا طايقه تبص في وشه، صح؟ صح يا باشا. بكره لما تتمرمغي في خيره وعزته هتحبيه وتدوبي في هواه دوب. بصي بقى يا ماما، انا هودتك وخدتك على راحه راحتك، لكن جواز من عيد ابن عم سليمان ماليش متجوزه، ولو فضلت طول عمري من غير جواز مش هتجوز غير زغلول ان شاء الله حتى بعد 10 سنين. يا اختي 10 عفاريت لما يبقوا نططوكي. واوعي كده، وانت يا سيد استاذ بلغ المدهول اللي بعتك ان ما كانش يرجع عن طريق بنتي انا هوديه في داهيه، وقول له هو عارف كويس قلبت وش شكلها ايه. حضرتك ممكن تديله فرصة؟ يا اخويا اديته بدل الفرصة 100، وبدل ما يفرش الشقة ويوضبها انطرد بينها وبسببك. قول لي بقى عايز حاجة أكتر من كده؟ عاوز شهر يا أم حنان، شهر واحد فقط لا غير، 30 يوم، وفي خلال ال 30 يوم دولت هيكونوا لقوا شقة أحسن من الشقة الأولانية بكتير، وهيوضبوها على مزاجك كمان. سوبر لوكس. سوبر لوكس يا أم حنان. لا والعفش، أنا أنزل أنقيه بإيديا، وأدوات الكهرباء، التلفزيون والتلاجة والغسالة وغسلت المواعين. مش للدرجة دي يا محنان، المعقول برضو كويس. لا يا سيد الأستاذ، لا يا حبيبي، أنا بنتي مش بايرة، بنتي عرسانها كتير وواقفين صفوف، بس هي توافق ويتقلوها بالذهب. أوامرك يا ستي، بكرة الصبح إن شاء الله ننزل ننقي العفش والفرش اللي أنت عايزاه، بس بالمعقول. آه، بس شهر كتير قوي، هما بقيت الأسبوعين. ماما، عشان خاطري، عشان خاطري بالنبي. خلاص يا أستا حنان، شهر كمان بس هدقنا. ايه هيفوت الشهر لا هتشوفي شقه ولا هتشمي ريحه عفش، والعريس التاني هيكون طار وتبقي لا طولت عنب الشام ولا بلح اليمن يا اختي. بلح ايه وعنب ايه بس يا ام حنان؟ ده انا اللي وعدتك بنفسي 30 يوم بالظبط، وهتلاقي كل اللي اتفقنا عليه مظبوط و100 100. وصدقيني انت هتكوني في منتهى السعاده لما تشوفي عيون بنتك الفرحه وانت بتزفيها على اللي بتحبه واللي شاريها. اهو لو اللي انت بتقول عليه ده حصل يبقى حقيقي شاريها. ايه الحكايه يا عم فارس؟ خلاص يعني الشغل واخدك للدرجه دي؟ لدرجه ابني ما بقتش اشوفك الا تخطيف. لا هي كانت شرط مين؟ ما هي شرطك، مش انت اللي عرفتني فريد الجوهري؟ لو عاوز تسيبه انا تحت امرك. في ملياردير خليجي جامد قوي طالب مني حراسه خاصه سوبر، والمرتب قد اللي انت بتاخده دلوقتي 3 مرات. ما ينفعش، ما ينفعش يا محمود، انا ما ينفعش اسيب الراجل ده. خلاص الراجل ده بقى قضيتي، ومستحيل انسحب من القضيه دي قبل ما انفذ اللي في دماغي. لا لا يا ابو الفوارس، انت بدل ما انت شغال معاه حارس خاص عشان تحميه كده هتدخل نفسك معاه في مشاكل احنا في غنى عنها. لعلمك بقى انا كل اللي انا بعمله ده حمايه ليه. وبعدين خلينا في المهم، انا كنت محتاج منك يعني حسبه كده 20 25 الف جنيه تجهزهم لي في خلال اسبوع، وبعدين ممكن تبقى تخصمهم مني انا وزغلول،
اصل يا سيدي بقى الواد زغلول هيتجوز، وبيني وبينك انا عايز اعمل معاه واجب. يا سيدي انا تحت امرك، عدي بكره لو حبيت خدهم او بعتهم لك مع اي حد لغايه عندك. وانا داخل مدام ايمان ما كانتش على مكتبها، وبعدين سالت عم خميس قال لي ان هي اجازه النهارده. هي طلبت مني النهارده الصبح بالتليفون اجازه 3 ايام، بس صوتها ما كانش عاجبني. سالتها قالت لي مجرد حاله اجهاد، بس انا اشك ان في حاجه مضايقاها، عشان كده وصيت مديحه تشوفها مالها. لا محمود، يعني هو في موضوع انا عايز اكلمك فيه، وكل لما اجي اتكلم معاك فيه الظروف ما بتسمحش. والله يا صديقي لو الموضوع اللي انا حاسه اتوكل على الله واتكلم كده من غير ما يكون عندي شقه ولا حتى فرش. عندك فارس مغوار، وده في نظري ثروه، وبعدين ما تنساش انك سوبر حارس خاص ودخلك مش شويه. يعني لو طلبت منك ايد ايمان توافق؟ انا شخصيا موافق من يوم ما حسيت بدايه اعجاب بينكم. يعني فاكر يا فارس لما كنت مسافر نجا حمادي كانت حالتها صعبه قوي، قعدت مع اختها وفضفضت باللي جواها، قالت لها انها بتحبك وبتحبك قوي كمان. يا صاحبي ما تحسبهاش بالشكل ده، طالما انت بتحبها وهي بتحبك اتوكل على الله، خلينا نفرح بيكم بقى يا اخي. ايوه حبيته، وحبيته قوي كمان يا مديحه، بس انا لازم ابعد، انا ظروفي ما تسمحش اني ارتبط. ليه بقى؟ ان شاء الله الراجل كويس وابن حلال، وانت حباه واكيد هيعامل حماده كويس. حمادة هو كل عمري يا مديحة، ولو حصل وارتبطت بفارس حسين مش هيسكت، وهو قال لي كده امبارح، هيرفع قضية الضم وياخد مني حمادة، وساعتها بكون بديله السلاح اللي يكسب بيه قضية الوصاية، ولو كسبها حق حمادة اللي عنده هيضيع. الكلام ده بدل ما انت عمالة تشيلي وتهبدي في نفسك فيه، نروح احنا ومحمود بكرة ولا بعده للمحامي ونشوف اذا كان الكلام ده صحيح ولا تهويشة من الراجل المفتري ده. عارفة انه امبارح كان نفسه صارحني قوي بحبه، وحضرتك طبعاً كبستين غصب عني، وغصب عني كمان. حمادة لازم يكون أهم حاجة عندي في الدنيا. طب إيه رأيك إن محمود لسه قافل معايا السماعة وقايل إن كان لسه عنده من شوية وصرحه بحبك؟ وأنا والله بحبه، بس خايفة، خايفة قوي. بس اللي بتعمله معايا ده يا باشا كتير قوي. يا زغلول ده انت عندي تساوي تقولك دهب، ويا ريت الظروف كانت زي زمان، انا كنت عملت لك حاجات كتير قوي. اللي بتعمله معايا ده يا باشا انا عمري ما انساه في حياتي. بقول لك ايه، خلينا في المهم، انا عايزك بكره كده تنزل انت وحنان تاخدوا الشقه، واول ما هترجعوا هتلاقوا ال 25000 جنيه جاهزين. تنزلوا بقى كده ايه تشوفوا الفرش واللازي منه وتفرشوا الشقه عشان نفرح بيكوا. وانت بقى يا باشا امتى هنفرح بيك بقى؟ قريب ان شاء الله. طبعا على ست ايمان. مظبوط يا زغلول. شفت لك يا باشا، ده انا زغلول زغللو اللي فهمها وهي طايره. اتفضل. ممكن ادخل؟ اكيد طبعا. عجبك كده؟ اهو بابا هيجي من السفر النهارده، وهنا ولا خرجنا ولا اتعشينا سوا ولا حتى كلمتك في الموضوع المهم اللي كنت عايزك فيه. مش بدايه لسه سحر، انا مشغول شويه بس. طيب طالما مش هنخرج، انا قلت لعم نوح يعمل فنجانين قهوه مظبوطين ويحطهم في الهول، وزمانهم حطهم وزمانهم هيبردوا، يبقى لازم نلحقهم فورا. انا اللي جبت الورد ده هنا وعملت الجو ده كله، ها ايه رايك بقى؟ يجنن يا سحر. امال احمد فين؟ راح يقابل دعاء. تعرف ان الحب عمل منه شخص تاني؟ شيء طبيعي يا انسه سحر، الحب ده اعظم شيء في الوجود، بس لو الناس تفهم معناه مظبوط وترجمه صح كانت تبقى الدنيا دي دنيا بلا حروب ولا مشاكل ولا مجاعات ولا ظلم، ولا في ناس بقى عايشه فوق قوي ولا ناس عايشه تحت قوي، وتلاقي السجون قفلت ومصانع السلاح دي فلست، وتبقى اعظم تجاره على مستوى العالم بدل ما هي تجاره السلاح تبقى تجاره الزهور. ياه قد ايه يا فارس مشاعرك جميله، وقد ايه بحبك. سحر انتي بحبك. ايوه بس انا حبيبي. سحر انتي سحر فريد الجوهري، وانا فارس اللي بشتغل عندكم حارس خاص. سحر يمكن علشان الفترة اللي فاتت كنا قريبين لبعض، او يمكن عشان انا ساعدتك انك تخرجي من السجن اللي انت كنت عايشة فيه. سحر انتي انسانة جميلة ورقيقة وجواكي كل حاجة حلوة في الدنيا،
وصدقيني اي شاب في الدنيا دي يناسب سنك ووضعك يتمنى نظره من عينيك. السحر لازم الحب يكون في ظروف متكافئه، اعمار متقاربه، وظروف عائليه متجانسه. بحب متهيألي مدام شريف وصلت، وبعدين انا لازم اكون في المطار لان طياره فريد دي على وصول، فانا لازم اكون جاهز في استقبال. بحبك بحبك قوي يا فارس. عارفه يا دعاء، حاسس زي ما يكون مخي متوقف عن القدره على التفكير. الكلام اللي قاله لي فارس ده بالنسبه لموضوع الناس بتوع الصعيد والراجل ده اللي اتسجن ظلمه وحاول يخطف سحر ومصر يقتل بابا وبنات المرحوم عمر الجوهري، كل ده عامل زي ما يكون جبال واتحطت في كتافي، مش عارف اتصرف ازاي واعمل ايه. تواجه باباك وتقنعه ان هو لازم يصفي خلافاته مع الناس دي، يرجع لكل صاحب حق حقه. بابا عمره ما هيديني فرصه اتكلم معاه اكتر من جملتين، وبعدين حتى لو اداني فرصه واتكلمت وسمع صعب انه يقتنع برايه والرايه، وصعب ومستحيل كمان انه يقبل انه يتهزم. وهو لما يرجع للناس حقوقها ويصفي خلافاته مع خصومه يعتبر ان ده هزيمه؟ ايوه، لانه شايف انه دايما صح وان حسابات المصالح هي اللي اقوى دايما. وحتى لو بيفكر بمنطق امريكا بتاع حسابات المصالح، فهو من مصلحته ان هو يتصالح مع خصومه عشان يعيش في امان، ووفر لكم انتوا كمان الامان ده حتى ماديا. شوف السكيورتي بيكلف قد ايه، ولو الحاجات اللي عنده جرالها حاجه هتكلفه كتير. دعاء، انا اكيد هدخل مع بابا في مواجهه صعبه قوي، واكيد هبقى محتاج جنبي. ارجوكي ما تتخليش عني، اوعدك ان انا احاول اصلح كل الاوضاع، واحاول كمان ان انا اوفر لك الامان اللي انا مقتنع انه اهم عنصر من عناصر الحياه المستقره. بس انا مضطر اطلب منك طلب، ما تنشريش اي حاجه من المعلومات اللي قلتها لك دي. ده ابويا مهما كان، وانا هحاول اعمل كل اللي اقدر عليه. ممكن ما تنشريش حاجه عشان خاطري؟ احمد، انا فعلا ما كنتش ناوي انشر اي حاجه، ومش بس عشان خاطري. امال عشان ايه؟ عشان بحبك. ياه، عارفه دعاء، على قد ما انا كنت قلقان ان بابا راجع لولادي وان المواجهه قربت، على قد ما انا نفسي بقف قدامه دلوقتي حالا واقول له كلام كتير قوي، وما اسيبوش غير لما يقتنع بكل كلمه بقولها له. قبل ما انزل الشغل عايز اتكلم معاك في حكايه الستاير اللي انت شلتها من العربيه. فريد بيه، انا شايف ان الستاير اللي كانت متركبه دي مالهاش اي لازمه، وبعدين مش حضرتك قلت ان انت هتجيب عربيه مصفحه؟ ايوه، بصيت عليها في المانيا وهيعملوا لي بخصوص على اقوى طراز. كويس، يا رب توصل بسرعه، على الاقل تريحنا شويه. الحمد لله على السلامه، ان شاء الله تكون السفريه موفقه. ايه الفوضى اللي انتوا عاملينها دي؟ اغيب يومين ارجع الاقي الابواب والشبابيك والستاير مفتوحه. احنا قلنا نفتح الستاير والشبابيك بدل الخنقه، ونحط شويه ورد في الفوزات يعملوا منظر كويس. هنات، انا عايز كل حاجه ترجع زي ما كانت قبل ما سافر. ليه بس يا فريد؟ ده الهول بالنهار ونور ربنا لما بيدخل بيبقى يشرح القلب. اللي بقوله يتنفذ يا عنات. يا ريتني ما رجعت، انا هنام واصحى الصبح الاقي كل حاجه رجعت زي ما كانت قبل ما اسافر. مفهوم؟ اظن ما ينفعش يا فريد بيه. ليه بقى ما ينفعش؟ اه، ما انت بقى حضرتك بقى كنت مطمن وانا مسافر وفتحت الابواب والشبابيك والستاير.
يا فندم انا عملت كده من منطلق الاجراءات الامنيه. يا للاجراءات الهبابيه، انا كنت مرتاح منك وانا في المانيا. تقدر بقى تقول لي يا جناب الجنرال ايش دخل بقى الاجراءات الامنيه في فتح الشبابيك والابواب والستاير؟ الحقيقه فريد بيه ان الستاير غامقه قوي، فحجب الرؤيه بين بره وجوه، وطبيعي انا عينيا لازم تكون على الفيلا، بمعنى ان انا لو معاك جوه ابقى شايف اللي بره، ولو مع حضرتك بره ابقى شايف اللي جوه، ولا انا كلامي مش منطقي؟ اوكي 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 مظبوط بقى. ايه ده يا عنات؟ ايه اللبس الاسود ده اللي اتجاهت قبليني بيه؟ الباقيه في حياتك في فريال. انا مش قلت لك 100 مره ما جيبليش سيره الست دي وبناتها خالص؟ ده انا بقول لك انها توفت الله يرحمها، واحنا مالنا؟ المرحومه فوق انها كانت مرات ابن عمنا، لكن كانت صاحبتي مده طويله قوي، وربنا يعلم انا حزنان عليها قد ايه. وعلى فكره هي كانت كويسه قوي بعد ما عملت العمليه، لكن جالها خبر وهي في فتره النقاهه، خبر وحش قوي، زعلت واتنكست ونقلوها على المستشفى وتوفت بعد ساعات قليله قوي. انا مالي ومال الكلام الغريب اللي بتقوليه ده؟ اصل الخبر الوحش اللي جالها من المحامي قال لها ان بعد السنين الطويله دي في المحاكم خسرت كل اواضي المصنع. ده حكم محكمه انا ماليش دخل بيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على سلامه حضرتك يا بابا. ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ ابدا يا بابا، كنت زهقان قلت اتمشى شويه. اتمشى؟ وايه اللي انت عامله في روحك ده؟ في ايه يا بابا؟ في ايه؟ بقى ده لبس رئيس شركة؟ فين البدلة؟ فين الكرافتة؟ فين؟ ايه اللي انت عامله في شعرك ده؟ ايه يا فريد بيه؟ ماله شعره؟ أنا شايف كده إنه جميل جدا. أنت مالكش دعوة، ما تتدخلش. هتقولي دي برضه إجراءات أمنية؟ يا بابا بعد إذن حضرتك أنا ما عملتش حاجة غلط. أنا بصراحة بتخنق من البدلة والجرافتة، وعملت عدسات بدل النظارة. الكلام الفارغ ده أنا معرفوش، ومش عايز أشوفك باللبس ده تاني، مفهوم؟ أنا آسف يا بابا، مش هقدر أنفذ كلام حضرتك في الموضوع ده، لأنها حرية شخصية. حرية شخصية؟ سامع يا شريفة؟ يعني يا فريد بيه أنا شايفة إن الموضوع ما يستاهلش. لا يستاهل، يستاهل ونص وتلات أرباع كمان، واللي بقوله يتنفذ. الحمد لله على السلامة يا بابا. لا دي مؤامرة، أكيد مؤامرة، أكيد مؤامرة. مين الشيطان اللي دخل بيتي وعمل فيه ده كله؟ هدي أعصابك يا فريد بيه. أنا ما عنديش أعصاب ولا نينة. ثم تعالي هنا. إيه اللي أنت عملتيه ده مع وليد في غيابي؟ ما أنا أكيد كنت هبلغ حضرتك لما ترجع. تبلغيني؟ فريد الجوهري بقى يتبلغ دلوقتي؟ بقى ما بيديش أوامر؟ لا لا بقولها لكم بصوت عالي، لا ده انا بقى اهد البيت على اللي فيه، اهده. افتح الباب ومن عز جدي. مش هخرجك الا ما تهدى. حبسني يا شريفه، حبسني. نسي انا مين؟ حضرتك اهدى بس شويه وانا هاخد منه المفتاح وافتح لك. انا مش ههدى، انا لا يمكن اسكت على اللي بيحصل ده ابدا. الموضوع مش محتاج ثوره حضرتك دي كلها يا فريد بيه. لا لا يحتاج يا شريف، يحتاج اكتر من كده. اديك شفت الاولاد عاملين في روحهم ايه؟ احمد قلع البدله وقلع الكرافته وعامل لي شعره، ولا سحر نفسالي على البوضه ومصففه لي شعرها. ايه دول بيشتغلوا في شركه كبيره، دول واخدين مناصب كبيره، هيقابلوا العملاء ازاي ويتعاملوا معاهم ازاي؟ لا بكره بقى يضيعوا وقتهم في النوادي ويروحوا بقى في القهاوي ويقلدوا الشبان والبنات ويشربوا لي شيشه ويهد كل اللي انا بنيته.
فريد بيه، انا مش شايف اي مشكله في ان احمد وصحر يهتموا بنفسهم زي اي شباب في سنهم. انا ما خدتش رايك، وارجوك ما تتدخلش في شؤون العائليه. يا فندم انا اقصد انت تخرس خالص. اخرس فريد بيه؟ متهيألي ان انا حذرتك قبل كده انك ما تكلمنيش بالاسلوب ده. يعني ايه حذرتني وانت ازاي تكلمني بالطريقه بتاعتك دي؟ على كل حال يا فندم، نشيل ده من ده ارتحت عنده. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ما ينفعش اشتغل معاك وانت بتعملني بالاسلوب ده. في 60 داهية ويكون في علمك، وانا راجع كنت ناوي اطردك عشان اللي عملته انت والواد بتاعك في موضوع المناقصة. فريد بيه، انا اللي عملته في المناقصة لصالحك ولمصلحتك الامنية. امنية امنية انت حزلني بيها؟ شوف اما اقولك، انت تاخد الواد زغلول بتاعك ده ما ترنيش وشك بعد 10 دقايق، مش عايز اشوفك هنا خالص. بعد اذنك يا مدام شريف. فريد بيه، اكيد حضرتك مش واعي للي انت بتقوله. ايه اللي بتقوليه ده يا شريف؟ انا اسفه بس الموضوع اخطر مما حضرتك تتصور. احنا في امس الحاجه الفارس دلوقتي. لو كان بداله كتيبه حرس خاص ما كانوش هيقدروا ينقذوا الانسه سحر من خطف. سحر؟ سحر اتخطفت؟ الموضوع ده يطول شرحه. ملخصه ان الانسه سحر اتعرضت لحادثه خطف وحضرتك مسافر، ولولا فارس الله اعلم كان هيحصل ايه. واللي انا شايفاه بقى ان استحاله ان احنا نستغنى عن فارس في الوقت الحالي. الحقيقه شريف، الحقيقه قبل ما يمشي. بس حضرتك اهنته. مش وقته. أرجوك الحقيقة، الحقيقة قبل ما يمشي. سحر كانت هتخطف. مش عايزك تمشي. اعتذر. افهميني، في حاجات كتير قوي لازم يتعود عليها، اولها انه يسمع كلامي. عايزك تطلعي دلوقتي فهميه اني مصمم اسيب الفيلا كمان 10 دقايق، يا اما ينزل يعتذر لي بنفسه. انا جاهز، يلا بينا يا باشا. استنى يا جدع، انت استنى استنى. استعجل ليه؟ انا جاي اقول لك ان انا لغيت قرار الاستغناء عنك. بس انا بقى يا فندم اللي مستغني عن الشغل مع حضرتك، ولو حضرتك دورت هتلاقي اكفى واحسن مني بكتير. بقول لك انا ما اقدرش استغنى عنك، مفهوم؟ فريد بيه، انا كان كلامي واضح لمدام شريفه. شوف يا فريد بيه، فارس باشا مش هيقعد الا لما حضرتك تعتذر له. انت تسكت ساكت يا تخرج بره. احنا الاثنين خارجين بره. يلا بينا زغلول. يلا استنى بس، استنى استنى, استنى يا زغلول. خلاص بقى يا استاذ فارس، فريد بيه جالك لحد هنا بنفسه، وبتهيالي ان دي طرديه كبيره. مش كفايه، مش كفايه. فريد الجوهري عمره ما اتأسف لحد ابدا. يلا يا باشا، يلا يا باشا. انت اسكت خالص. بقول لك ايه، يا تكون محضر خير يا تحط لسانك في بقك وتتكتم. خلاص بقى يا فريد بيه، معلش حضرتك تعالى على نفسك المره دي. اوكي، انا اسف. مبسوط كده فريد بيه؟ انا اللي يبسطني ان حضرتك تعيش حياتك في امان. بس كان لازم تقبضوا على الولد المجرم ده اللي حاول يخطف سحر. فندم الموقف كان صعب جدا، وانا كان همي ان انا انقذ الانسه سحر، والحمد لله انا انقذتها بدون اي خسائر. على العموم انت تستاهل مكافاه كبيره على كل اللي عملته ده. خلي المكافاه فريد بيه لحد ما احقق الهدف اللي لازم احققه مع حضرتك. اي هدف؟ انك تعيش في امان، وده احسن هدف. انا حاسس بالامان طول ما انت جنبي. بس ما تنساش يا فريد بيه ان احنا قلنا قبل كده مش كل مره تسلم الجره. يعني لا، دي مساله يطول شرحها، وبعدين حضرتك لسه راجع من السفر ومحتاج تستريح. طب انا بقى عايزك تفتح عينيك كويس، ومن بكره انت والولد اللي اسمه زغلول ده تيجوا تناموا في الاوضتين اللي جنب اوضتي. الاهم من ده يا فريد بيه، حضرتك تفضلي نفسك بكره، لاني محتاج اتكلم معاك في مساله مهمه جدا. انا عندي شغل متلتل. عايز تكلمني في اي موضوع؟ لما افضى تتكلم. صباح على خير. يا مدام شريفه، ما قالتش لحضرتك اني سافرت لمرات المرحومه ابو الفضل؟ مرات المرحومه ابو الفضل؟
لا ده بعدين بقى، لان المساله طلعت كبيره قوي، اكبر مما كنا نتخيل يعني. ما تقلقش يا فريد بيان، لما نقعد ونفكر اكيد هنلاقي حلول سلميه جدا تطلعنا من الدايره الجهنميه دي. تصبح على خير يا فريد، مفروض حضرتك تطلع تستريح. هعدي على حضرتك بكره ان شاء الله. بتقول ايه؟ بكره؟ لا بكره ولا بعده، انا راجع عندي شغل ومشاكل مش فاضي. ما ينفعش يا ايناس، ما ينفعش. طه خلاص خلاص، هبقى اطمنك. يلا مع السلامه. ممكن حضرتك وبدون مناقشة تشربي كوباية الكوكتيل دي؟ حاضر يا بابا. فريد الجهري مظبوط؟ ايوه. وقلقانة على كامل لا يتهور، صح؟ قلقانة قوي يا بابا، مع ان فارس عنده حق في اني لازم افضل جنب فريد الجهري اليومين دول، بس أنا مش قادرة أتعامل معاه خالص. حاسة إني مخنوقة من كتر التوتر، ومن إني بتعامل مع إنسان طول اليوم وأنا مش قادرة أسمع صوته أو حتى أبص في وشه. عارفة أنا بفكر في فكرة كده. فكرة إيه؟ حاجة زي عملية جراحية، لو اتعملت صح كل القلق اللي جواكي ده هيتشال وكامل هيبقى بخير. عملية جراحية؟ بقولك حاجة زي عملية جراحية، بس المهم هيبقى في فترة نقاهة، انت هتكوني بطلتها، لو عدتها له بنجاح هتبقى العملية نجحت 100%. ممكن توضح أكتر يا دكتور؟ نو، دي مجرد فكرة، لما هتكمل
هندخل المريض غرفة العمليات وهنجري له العملية، والعملية هتنجح إن شاء الله 100%. رايح تصلي الفجر يا ولدي؟ الفجر صليته الحمد لله يا أم. أمال لابس كده ورايح على فين دلوك يا ولدي؟ إن شاء الله هناخد عزبونا الليلة دي يما. نويت؟ يا رجلي هلازمه زي ظله من وقت ما يطلع من داره لحد ما تجيب مجاله. خايف يا عبد الله؟ بيسلمي لي على شوقي ومرض يما، وقولي له لو جاب واد يسميها عبد الله. لا ان شاء الله انت حتروح وتدخل جاري وترجع سليم، والواد هيبقى اسمه عبد الحميد ابو الفضل. تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.